هذا الخجل ومرض من أول دائما يعني جيبي تضايق عندي نزيف واس دائما مع الدورة مع الولادة. أكون حامل بعض حالات عشان أقول شيء شو نفسي وأجزع دقاهي دقاهي ما أقدرش بعد أربع بنات هو أين أطرحين أقول خزا أرجع أجلس أصبر وأصلي وأدعي لربي يعطيني الصبر. الختان يسبب مشاكل زوجية يعني جريمة أكبر جريمة هو سيطر.